روح واحكي مع سوزان خانو، بس اذا كنت حابب ومصر تاخد جواب مني انا بقول لك انت شو دخلك. ايه شباب، رح نبلش تدريب بدون ما نضيع وقت. استاذة، المفروض تولغا يلي ياخد دور الملك، بس بتعرفي شو يلي صار فيه؟ طردوه من المدرسة، ولهالسبب انا بدي يكون عمر الملك الجديد. بالمناسبة المشهد الاخير هو اهم لحظة بالمسرحية، لانه كل المشاعر بتنكشف وقتها. انت المخرج بيرك، من وين بدنا نبلش وشو بدنا نعمل؟ الموضوع عندك. ممتاز. معناتها آسيا ودوروك وعمر وهاريكا وإيبك على المسرح رجاء. تفضلي رجاء، يلا تعالوا لهون وانتوا وقفوا هون. حظك هون كتير سيء يا رفيقي، لأنك قبل ما تتزوج الأميرة رح تموت. كتبت هالشي عن قصد معي؟ تمام عمر، وقف هون لو سمحت. تمام. ميليسا، خففي الإضاءة لو سمحتي. أنا شو أعمل؟ أنت رح تكوني إلي حبيبتي، استني شوي. كان يوم مو عادي أبداً بدولة أتمان. سمعنا أنه واحدة من بنات الملك بدها تتزوج بأمير من دولة تانية، وقتها بلشت المشاكل. بلش بهي الفترة بنت الملك الثانية كانت زعلانة كتير، وهي بدها تحب وبدها تتزوج كمان. هاي الأميرة الحلوة على قد ما هي قاسية ما كانت بتعرف عن موضوع الوزير الماكر أبدا يلي كان بيحبها وبده يتزوجها. كيف يعني؟ أنت الوزير؟ أميرتي، نحن لازم نكون ملك وملكة قبل هدول الاثنين. كيف رح يصير هالشي؟ هذا الشي عندي حبيبتي، الساحرة تبع القصر جهزت خطة وسخة كتير، وهي الخطة انه الساحرة بتخبر الملك